ماذا فهمنا من الكليب؟ كان هناك أشياء مختلفة أنا سمعتوها. ممكن مصطفى وإيمان، ماذا سمعنا؟ جميل جدا. أوكي، قصص الطيب صالح ترجمت إلى 30 لغة. ترجمت، جميل جدا. هل هو ترجمة القصص؟ لا، القصص ترجمت إلى 30 لغة. مثل هناك فعل آخر من درس 15 من نفس الموسيقى، نفس الأصوات. الطيب صالح، أنا سوف أطرح سؤال. الطيب صالح أين ولد؟ أين ولد الطيب صالح يا جيمس؟ في الحقيقة هو في شمال السودان، ولكن في السودان. مظبوط، هو ولد، سمعتوا الموسيقى، ولد وإيه في السودان. والقصص ترجمت وإيه ترجمت إلى 30 لغة. جميل جدا. ماذا عرفنا أيضا عن الطيب صالح أكرم؟